بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله هنبدأ بالمحاضرة الثانية في مسار في اللاب مانجمنت وكواليتي كنترول، وحنتطرق اليوم للستيبس ان بروبلم سولفينج بروسيس، الخطوات اللي المفروض يتبعها المدير المختبر في حل المشاكل اللي تطرأ في المختبرات، وآلية والنظام المفروض الإداري الصحيح واللي مبني على مهارات إدارية في حل الإشكاليات اللي بتنشأ في داخل المختبرات الطبية. الستيبس ان بروبلم سولفينج هذه بيكون في خطوات، الخطوات هذه بتكون موجودة يعني هنذكرها بالتدريج وبالترتيب، وين بيكون إذا تم تطبيقها بشكل فعال وبشكل ذكي حيتم يعني حل الإشكاليات بطريقة مهنية وبطريقة مرضية. الخطوة الأولى في لحل الإشكاليات اللي هو definition of the problem، تعريف المشكلة. اللي من الضروري أول شيء أن يكون في هناك يعني معرفة دقيقة بطبيعة المشكلة من قبل الإدارة، ومعرفتها بطبيعة المشكلة هذا جزء أساسي من الحل. طبعا مش بالضرورة تكون الأعراض المشكلة هي طبيعة المشكلة، ممكن يكون الأعراض ظاهريا شيء لكن حقيقة المشكلة هي شيء آخر، وبالتالي مش لازم يكون هناك النظر إلى المشكلة عبر الأعراض الظاهرة للعيان، وإنما يجب أنه يعني ننظر إلى المشكلة بوجود بالنظر إلى الأعراض، هذا جانب. جانب آخر أنه ممكن يكون الأعراض متخبي وراها أسباب أخرى تانية أنت مش شايفها، لكن يجب على الإدارة إن هي تبحث فيها وتعالجها. بقول لي مانجر must look beyond the symptoms، المانجر أو المدير يجب أن ينظر إلى ما هو خلف الأعراض الظاهرة and focus on the real issue، ويركز على السبب الحقيقي وراء المشكلة. أحيانا بتظهر مشكلة معينة، بتكون المشكلة هذه غير ظاهرة، تظهر لها أعراض، فبتكون الأعراض بعيدة عن السبب الحقيقي لهذه المشكلة. Often it is symptoms such as absenteeism، يعني هنا في مثال، مثلا في مشكلة في المختبر اللي هو غياب الموظفين المتكرر. إيش يعني غياب الموظفين المتكرر؟ يعني الموظف يعني بيتحجج بأي حجة بسيطة حتى يغيب عن المختبر. الموظفين ما بحبوش يتواجدوا في المختبر، الموظفين مش بحبوش يعني يداوموا لآخر فترة الدوام. هناك رغبة شديدة عند الموظفين إنهم يكونوا خارج المختبر مش داخل المختبر، خارج بيئة العمل مش داخل بيئة العمل، بمعنى إن هناك نفور من بيئة العمل. which calls attention to the fact that a problem exists، الآن هذا موجود معناته في مشكلة. الآن السيمتومز إنه في غياب، سيمتومز إنه في غياب للموظفين، لكن السبب الحقيقي إنه ممكن يكون كتير، ممكن يكون في خلافات، ممكن البيئة نفسها مش مريحة، يمكن الانفايرمنت للمختبر مش، يمكن في ضغط شغل، يمكن في يكون العلاقات ما بين الموظفين مش تمام، وبالتالي الأسباب كتيرة، لكن الظاهر او السيمتومز اللي هو الابسنتيزم للموظفين هي ظاهره واحده، لكن ممكن يكون في اسباب عديده، وبالتالي هنا على المدير يجب عليه انه يعني ينظر في ما بعد وما هو خلف الاعراض اللي بتكون موجوده. يعني الامثله كثيره، ممكن يكون في مشكله مثلا في عدم دقه النتائج، وبالتالي يعني هذا سيمتومز، لكن الريال ايشو والسبب الحقيقي ممكن يكون اسباب ثانيه مختلفه، ممكن يكون اهمال الموظف، ممكن يكون هو مش مركز، هو ممكن غضبان، وممكن يكون اجهزه فيها مشكله. يعني الاصل انه يتم النظر والبحث عن الريال ايشو للسيمتومز والكشف عنها ومعالجتها. Some problem will be inherited، بقول لي انه في بعض المشاكل تتوارث. ايش يعني تتوارث؟ يعني بموظفين بورثوها لموظفين، الموظف الجديد بيتوظف جديد بيتأثر بهذه المشكلة، بيكبر بيجي موظف تاني بيتأثر بهذه المشكلة، وبالتالي هناك المشاكل اذا طولت
ممكن انه يصير هي inherited متوارثة من جيل لجيل بين الموظفين. Some problems result from decision made elsewhere in the organizational hierarchy. مش بالضرورة ان المشكلة تكون موجودة في المختبر نفسه، ممكن المشكلة تكون موجودة في المؤسسة في مكان اخر غير المختبر، لكن يتأثر فيها هذا هذا الا ممكن زي مثلا اتخاذ اجراء او قرار مالي، اتخاذ قرار اداري، اتخاذ قرارات معينة ما لهاش علاقة بصلب العمل في داخل المختبر، ولكن الموظفين المختبر لانهم هم جزء من المنظومة، جزء من المنظومة اللي موجودة في المختبر، فبالتالي هم بيتأثروا بهذا القرار وبتظهر مشكلة عندهم سيمتومز، لكن المشكلة الأساسية بتكون منبعها خارج بيئة المختبر نفسه، وبالتالي على المدير انه يحط بعين الاعتبار انه ممكن تكون منبع المشكلة خارج المختبر تبعه، وانه المشكلة ممكن تتوارث، واذا لم يحلها او يضع حد لهذه المشكلة ممكن انه هي يتوارثها جيل بعد جيل من الموظفين. يبقى الخطوة الأساسية لحل المشكلة هو معرفة المشكلة، معرفة حقيقة المشكلة وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الأعراض، يجب التعرف على حقيقة المشكلة. الخطوة الثانية اللي هي الفاكت جاذرينج، وهذه الفاكت جاذرينج الصحيح يعني هي من أهم الأدوات لحل المشكلة، وهي جمع المعلومات. إيش يعني جمع المعلومات؟ يعني جمع المعلومات أي معلومة بما يخص المشكلة نفسها، هي ليش نشأت هذه المشكلة، إيش العوامل اللي أدت إلى نشوءها، إيش المعيقات، إيش الأسباب الأخرى والظروف اللي أدت إلى ظهور وتفاقم هذه المشكلة. يجب على المدير أن يكون هو يعني قادر على جمع عينات وعنده الملكة يعني جمع المعلومات، ويستطيع أنه من خلال المعلومات هو يكون عنده بدائل، لأنه ميزة المعلومات المتوفرة بشكل كبير أنه هي بتدي للمدير فرصة لوضع بدائل. طيب بقول لك other information needed for developing alternative solution. الجذر انفورميشن تجميع المعلومات مهم جدا عشان قصه الالترناتيف سوليوشنز اللي هو الحلول البديله. انت ما تكونش اسير لحل واحد وبالتالي يا هذا الحل يا اما حل مشكله حتبقى، لا احنا بدنا يكون في عندنا حلول بديله، لو فشل حل نروح للحل الثاني، فشل الحل الثاني نروح للحل الثالث، وبالتالي هذه الحلول البديله هي لا يمكن انها تاتي الا من خلال جمع المدير للمعلومات الكافيه اللي تمكنه من وضع هذه الحلول البديله. من الفاكت جاذرنج، من صور الفاكت جاذرنج اللي هي سيكينج اوت ذا فاكتس سراوندينج ذا ديسيجن سيتويشنز از ار كونسترينتس اند اسامبشنز. يبحث المدير عن الظروف والمحيطة باتخاذ القرار، وهذه الظروف تتمثل في شيئين. أول إشي الكونسترينتس اللي هي المعيقات. المعيقات في إيش؟ المعيقات في حل وضع الحلول، والأسامبشنز اللي هي الافتراضات والبدائل لحل المشكلة. الكونسترينتس والأسامبشن هذولا نقيضين، وبالتالي هو لازم يكون مطلع على هذه وعلى هذه، لانه هو بده الكونسترينتس والاسامبشنز هم عباره عن فاكتس سراوندينج ذا ديسيجن سيتويشنز. يبقى في عندنا في حقائق بتكون محيطه باتخاذ القرار او بظروف اتخاذ القرار، وهي المعيقات والفرضيات اللي بتلزم لحل المشكله، وبالتالي هذا المدير يجب ان يبحث في المعيقات والفرضيات، يجب يكون على علم بالمعيقات وعلى علم بالفرضيات اللي بتحل لي المشكلة. فما بصيرش انه المدير هو يغمض عينه عن المعيقات ويعتبرها مش موجودة ويتفاعل مع الفرضيات لانه بتكون نفسيته متقبل هذا الشيء، هذا الشيء خطأ، وبالتالي قدام حينصدم بهذه المعيقات اللي تجاهلها وحتعيق التطبيق الصحيح لهذه لحل الإشكاليات. الصورة الثالثة من الفاكت جاذرينج اللي هو كونسترينتس، أو قبل ما نقول الصورة الثالثة هو هنا اللي بيعرف الكونسترينتس ار فاكتور ذات ليميت ذا سكوب اوف الترناتيفز. الكونسترينتس اللي هي المعيقات والحواجز اللي بتقف في وضع بدائل لحل المشكلة. الأسامبشنز اللي هي قلنا الفرضيات
واللي هي effort to simplify the problem and its solution، اللي هو الجهود التي تبذل لتبسيط المشكلة ووضع حلول إلها، اللي هي هذه assumptions. الصورة الثالثة من fact gathering اللي هو require search of pertinent information from person directly involved in the problem, from books and other people and from expert. الفاك جاذرنج مش بس انه انت تبحث عن الكونسترينتس والاسامبشنز، مهم جدا انه انت تبحث عن معلومات ذات علاقه من ناس لهم علاقه بالمشكله، لهم علاقه بالمشكله، يعني في انسان، الناس المتاثرين بهذه المشكله والناس اللي عايشين هذه المشكله ضروري جدا التواصل معهم والجلوس معهم للاطلاع على حيثيات هذه المشكله وحجم هذه المشكلة وكل الظروف المتعلقة بهذه المشكلة. هذا من ضمن الفاك جاذرنج، وهو ده مهم جدا. ممكن يكون انك تحتاج تطلع على بعض الكتب عشان تاخذ معلومات عن مشكلة معينة، اذا كانت مشكلة علمية، مشكلة نفسية، مشكلة اجتماعية، بعض الاحيان تضطر انك انت تبحث في بطون الكتب وفي المراجع وفي الابحاث العلمية وتاخذ معلومات عن هذه المشكلة وايش سبل علاجها. من ضمن المعلومات، القنوات المعلومات ومنابع المعلومات اللي خاصة بالمشكلة، انك انت تاخذ المعلومة من ناس او من خبرات سابقة في هذا المجال، هذول الاكسبرتس، فبالتالي التواصل مع ناس ذوي الخبرة في حل المشاكل من هذا النوع، هذا برضو يعتبر من الفاكت جاذرنج. يبقى الفاكت جاذرنج مهم جدا لانه بيدي لك صوره اوضح واوسع عن وجود بدائل لحل المشكله والبعد في نفس الوقت عن المعيقات او الكونسترينتس. الخطوه الثالثه من سبل حل الاشكاليات development of alternative solutions، اللي هو وضع الحلول بديله للمشكلة، والمقصد هنا بحلول بديلة للمشكلة هو انه يكون في عندنا بدائل واكثر من حل للمشكلة، هو يكون عندنا اكثر من حل للمشكلة، هذا بيدي اريحية لصاحب القرار وبيدي في مساحة انه في عندنا احنا بدائل، لو فشل حل احنا الحل الثاني بيكون موجود، وبالتالي هذا يعني افضل وانسب للمؤسسة. بيقول لي generation of possible solutions call for creative thinking. الملكة الجنريشن للبوسيبل سوليوشنز هذا بده creative thinking. creative thinking يعني تفكير خلاق، تفكير مبدع. تفكير المبدع والخلاق هو فقط التفكير اللي بيؤدي الى وجود بدائل لحل المشكلة، وبالتالي يجب ان يتمتع المدير المؤسسة بعقلية خلاقة ومبدعة في انه هو يضع العديد من الحلول لمشكلة واحدة. الـ past experience والسيميلاريتيز والديفرنسز هذولا برضو ادوات مهمة جدا لوضع بدائل لحل المشكلة الواحدة. الـ past experience يعني الناس اللي عندهم خبرة طويلة في هذا المجال، لو كان المدير في عنده خبرة عشرات سنين في مجال معين، طبعا بالتأكيد هو حيكون في عنده قدرة على وضع بدائل لحل المشكلة أكثر من المدير الجديد، لأنه التاريخ المهني تبعه والتاريخ الإداري تبعه بيكون له يعني طاقة ووقود للتفكير الإبداعي لحل، ليمكن المدير من وضع حلول للمشكلة. السيميلاريتيز اللي هو انه ينظر الى مشاكل مشابهه وكيف تم حلها، وبالتالي هو بيحل المشكله بالنظر الى التشابه الى حل مشاكل مشابهه، وهذا يعني درجه اقل من التفكير الابداعي، وهذا يمكن موجود عندنا في مؤسساتنا. لو بدنا نحكي عن قطاع غزه، انه مثلا المؤسسات العلميه لما بتقع في مشكله زي مثلا مشكلة كورونا، كانت كل جامعة تنتظر الجامعة الأخرى إيش تاخذ قرار وتاخذ هي القرار، عشان نقول والله إحنا هنا سوينا زي باقي الجامعات. هذا حل المشاكل بطريقة السيميلاريتيز، لكن يعني هو مش حل مبدع ولا خلاق، هو حل بالمحاكاة،
خلينا نسميها هو حل بالمحاكاة، انه احنا بننظر ننتظر ايش سوت الجامعات الثانية، احنا بدنا نسوي جامعة. الجامعات صرفت مبلغ معين للموظفين لسبب معين، احنا بدنا نصرف، ما صرفوش احنا مش حنصرف. وبالتالي هو طريقة ماشي للحل الاشكاليات وضع بدائل، لكن هي طريقة غير خلاقة وغير مبدعة. differences يعني ممكن انت تستفيد من وضع حلول بدائل للمشكلة الواحدة من خلال الاختلاف بين المشكلة اللي احنا بنعالجها والمشاكل الاخرى، من خلال وضع حلول بالنقيض. يعني هنا وضع حلول بالنقيض، similarities وضع حلول بتشابه الاشياء، احنا هنا وضع حلول بالنقيض. فاذا عرفنا النقيض احنا بنقدر نضع حلول من خلال نقيض اللي احنا الحل اللي احنا بننظر اليه من خارج المؤسسه. وبالتالي من خلال الاختلاف نستطيع ان احنا نحدد برضو بدائل، ومن خلال السيميلاريتيز ومن خلال الباست اكسبيرينس. الباست اكسبيرينس اكت از ا جايد. طبعا الباست اكسبيرينس يعني هي جايد، هي قدوه، هي دليل للناس على اساس انه هي تضع الحلول البديله. سيكينج انفورميشن فروم اذر هو سولد سيميلار بروبلم، وهذا يعني مهم، التواصل مع ناس اللي هم يعني هم حلوا مشاكل مشابهه في مؤسسات شبيهه. يعني مثلا مدير مختبر ناصر لو واجه مشكله تواصل مع مدير مختبر مثلا مستشفى الشفاء، وهو كان في السابق حل المشكله شبيهه، مش غلط هو يتواصل معه وياخذ رايه ويشوف هو كيف هو حل المشكله، وبالتالي هو بصير يوازن هل هذه المشكله يعني بتناسب، هل الحل اللي مطروح مثلا في المؤسسه الثانيه بناسب المؤسسه تبعتي. وبالتالي هو هنا يعني بصير في عنده بدائل، وهو ينظر في هذه البدائل ويلتقي الامثل والانسب لمؤسسته. الخطوه الرابعه weighing of alternative solutions، اللي هو موازنة الالترناتيف سوليوشن. يعني انت عندك مشكلة معينة، وبالخطوات اللي ذكرناها سابقا اصبح لديك في ثلاث بدائل او ثلاث حلول. الان انت بدك تختار اي حل، بدنا نختار حل معين. طيب الحل المعين اللي بنختاره هذا بناء على ايش؟ بناء على weighing of alternative solution. بدنا نوازن ونشوف وين مناطق القوة والضعف في كل حل من الحلول، وبالتالي بيتم الانتقاء الحل بناء عليه، بناء ايضا على اللي هو وجود المحاسن والمساوئ لكل حل، الادفانتجز والديسادفانتجز. وبالتالي هذا الموازنه والموائمه والويهنج للالترناتيفز، هذا هو اللي بيخليني اختار يعني حل دون اخر، او اخليه له البرايورتي عن الحل الاخر. بقول لي stating the advantages and disadvantages of each alternative، وبالتالي انا بدي اضع المساوئ والمحاسن لكل alternative، وبالتالي انا بناء عليه انا بقدر احدد how each alternative will effectively accomplish the objectives and requirements of satisfactory solutions. solution قديش الالترناتيف اللي عندي هو فعلا حيوصلني للهدف الرئيسي تبعي اللي هو حل المشكله اللي احنا بننظر فيها واللي بدنا نحلها. يبقى معناته لما بيكون عندي في لما بيكون في عندي انا alternatives وموجوده، بانظر مين اقرب واحد الى الاوبجكتيفز تبعتي، وبالتالي بيتم اعتماده على هذا الاساس. هنا بيقول لي choose an alternative will eliminate recurrence of the problem، هو الاختيار الالترناتيف يعني بيكون ضامن انه عدم يعني تكرار المشكله، او اللي هو اختيار الحل بديل عنه في مكانه. وبالتالي يعني هنا المقصد يعني انه الضروري جدا اختيار الالترناتيف الصحيح على اساس انه هو المشكله لا تتكرر، وهو يكون بديل عن اي حل اخر ممكن يكون موجود مسبقا لحل هذه المشكله. النقطة الخامسة اللي هو selection of the solution، طبعا بعد ما احنا تم اختيارنا للسوليوشن او الالترناتيف المناسب، بصير هنا اللي هو الاختيار in choosing solution consider quality acceptance and speed with value or cost.
اختيارنا للالترناتيف او الحل الامثل اللي تم اختياره بده يعتمد، خدوا بالكم، على الكواليتي. لازم يكون كواليتي هو قيمه، ذو قيمه، هو قيمه الحل دسمه، قيمه عاليه، الحل ناجع. الاكسبتنس من مين؟ الاكسبتنس من طرف الموظفين. يجب ان يكون الحل ذو قبول لدى الموظفين، يجب ان يحظى بالقبول والرضا من طرف الموظفين، لانه اللي حيطبق الموضوع هذا وحيطبق الحل هو الموظفين. السبيد، القرار اللي تم اتخاذه يجب ان يكون ذو سرعه كافيه انه يصل لتطبيق اللي حتى نجني ثماره، وما يكونش من ضمن القرارات او هو من نوعيه القرارات اللي بتاخذ وقت طويل، وبالتالي المشكله تتفاقم وتصير معقده، ويمكن تحتاج في هذا الوقت الى حل اخر مختلف عن اللي انت اخترته. اخر حاجه هو الكوست. طبعا مش لازم يكون القرار اللي انت اتخذته او حل المشكله اللي انت اتخذته هو حل مكلف جدا اكثر من طاقه المؤسسه، وبالتالي بيكون هنا اللي يجب ان يكون الكوست، اذا كان في كوست يكون مناسب لطبيعه المشكله ومناسب لحجم المشكله، حتى ما يكونش التكلفه اعلى من المحاسن اللي انا بدي اسوي بدي اجنيها من وراء حل المشكله هذه. بقول لي when the decision is made it is often wise to discuss it with someone who has considerable problem solving skills. في بعض الاشخاص يعني عندهم ملكه حل المشكليه، هو الناس هذه اسمها يعني بتملك عقليه حل المشاكل، وهذه مش موجوده عند كل الناس، عند نسبه بسيطه من الناس. فاذا كان في حدا من هذول الناس موجود في المؤسسه وانت يعني خلاص اخترت انت الحل الصح واللي انت شايفه صح واخترت اللي توكلت على الله، يعني جيد انه انت تناقش الحل اللي انت اخترته او الالترناتيف اللي انت اخترته مع الناس اصحاب السولفينج او بروبلم سولفينج سكيلز. هذا طبعا يعني بيؤدي الى انه يعني انك تاخذ بعض الافكار وبعض الملاحظات اللي ممكن تكون مهمه جدا وغايبه عن بالك. فمشاركه الناس في الاراء هي عباره عن مشاركه في عقولهم. النمره 6 اللي هو الامبلمنتيشن اوف ذا سوليوشن. طبعا بعد ما تم الاختيار الان بدنا نطبق الالترناتيف او السوليوشن، وهذه طبعا كريتيكال ستيب، هذه من اهم الخطوات لانه هي النزول على الميدان، واللي هي موست تايم كونسيومينج، وهي اللي بتاخذ وقت. واف نوت بروبرلي امبلمنتد ات از يوزليس، اذا ما تمش تطبيق الحل في الميدان بالطريقة الصحيحة معناته الحل تبعنا مش هيكون ناجع ولا حجني ثماره، لأنه لم يتم تطبيقه. هذا صحيح أنه بيتم بكتير في المؤسسات عندنا، أنه بكون في قرار صائب وحل ممتاز، لكن الميدان ما بيطبقهوش بالطريقة الصحيحة، نتيجة أنه هو مش مثقف، نتيجة أنه الميدان مش فيش عنده انتماء للمؤسسة، نتيجة أنه الميدان متخلف، اقل مستوى من مستوى الحلول اللي بيتم وضعها لحل المشاكل العالقه في العمل، فبتم تطبيقه بطريقه غير صحيحه وبيفشل المشروع من اساسه نتيجه انه تطبيقه ما كانش بالطريقه الصحيحه. Involve those who are directly affected by problems. طبعا by the problem، طبعا الامبلمنتيشن طبعا بده يكون على تماس وعلاقه مباشره بالناس اللي هم متاثرين بالمشكله. Inspect the details of the decision and develop necessary procedure. هنا نقطه مهمه جدا انه في قبل عمليه الامبلمنتيشن يجب ان يكون هناك اطلاع على details of the decision. يجب ان يكون هناك اطلاع على الديتيلز للتطبيق الديسيجن، وهذه يعني المشكله برضه موجوده في مؤسساتنا، انه لما بيؤخذ القرار لا يؤخذ بعين الاعتبار التفاصيل، واحنا زي ما بنعرف الشيطان بيكمن في التفاصيل، يعني هم بياخذوا القرار بيكونش قرار يعني ذو صبغه عامه، بيحكي عن عموميات، ولكن لما بننزل على الميدان بتظهر مشاكل صغيره، هذه المشاكل الصغيره كفيله انها
تخرب كل الدنيا وتفشل الموضوع، لأنه المدير لم يهتم بالتفاصيل وترك التفاصيل للميدان. طبعا الميدان هيختلف مع بعضيه، والميدان مش من صلاحيته ياخذ قرار، وبالتالي الأمور بتقف وبتفشل فشل ذريع. النظر إلى التفاصيل في حل المشاكل هو مفتاح النجاح لحل كل جميع الإشكاليات. ولو ما بنبالغ، احنا لا نبالغ عندما نقول انه ليس فقط النظر في التفاصيل بل تفاصيل التفاصيل، لانه اللي بيشتغل في الاداره في المناطق العربيه او في قطاع غزه بيعي هذا الدرس يعني بشكل جيد، وبيفهم عن مباشره خلال اشهر انه الاشكاليه في عدم اللي في كثير من الاحيان في عدم التطرق الى التفاصيل، وبالتالي هنا بيصير في عندنا مشكله. يبقى inspect the details أو التفاصيل of the decision and develop necessary procedure، وبالتالي أنت لما بصير عندك تهتم بالتفاصيل فبصير البروسيجر آلية تطبيق القرار واضحة وبتكون فعالة. Participation by all levels management and employees alike. طبعا احنا من الضروري جدا انه في خلال عملية الimplementation مشاركة الemployees أو الموظفين والإدارات اللي تحت المدير يعني جيدة وفعالة بتكون، ويكون هم متعاونين مع المدير العام في وضع الحل أو تطبيق الحل اللي هو تم اختياره من طرف الإدارة العليا. مشاركة الموظفين والطبقات الإدارية اللي هي أسفل من الإدارة العليا هذه مهم جدا لتطبيق القرار بشكل صحيح، ويجب أن يكون هم شركاء في هذا الكلام. الخطوة السابعة وهي الميجرمنت اوف كونسيكونسز. طيب احنا طبقناه وحطينا تفاصيل وكل الخطوات السابقة طبقناها وبحمد الله فيش اي مشاكل، الان بعد ما تم تطبيقه بدنا نشوف ندرس التبعات. ايش يعني ندرس التبعات؟ يعني بدنا نشوف هل تم جني الثمار من هذا القرار ولا لا، هل احنا استفدنا فعلا ولا ما استفدناش. وانا بقول لي not all decision will have the effect that was planned. انت طبعا مش بالضرورة انه انت تتوقع انه كل الثمار اللي انت كنت متصورها او حطتها في الدراسة انه هي تكون تجنيها. ممكن يكون النجاح نسبي، مش كل النجاح بيكون 100%، ممكن يكون 90 80 70 40 20، وبالتالي حسب رضاك على حسب وضع المؤسسة حسب وضع المشكلة انت بتقيم ان هل انت راضي عن نسبة النجاح ولا مش راضي عن نسبة النجاح، وبالتالي يجب ان يكون هناك آلية قياس نجاح تطبيق هذا القرار. يجب ان يكون هناك في آلية للقياس، وبالتالي ما بزبط انه انا احط حلول وارمي الحل للناس واقول خلاص هيني اديتكم الحل طبقوه والامور هي خلاص في السليم. لا، انت بتحط الحل وبتمشي في الخطوات اللي مذكورة سابقا، وبعد ما بتم تطبيق الحل بدك تنزل على الميدان وتعمل consequences وتتابع وتشوف هل الحل اللي انت حطيته كان هو فعلا جنينا احنا منه ثمار ولا ما جنينا، وبالتالي بدك تلحق الحل تبعك في الميدان وتتم القياس وتشوف آلية لقياس الحل هل هو فعلا حل كان يعني له ثمار ولا ما لهش ثمار، واذا كان له ثمار كم نسبة النجاح لهذا الحل اللي احنا حطيناه. consequences should be evaluated. طبعا حقولنا انه لازم يكون في evaluation للحل. هذه الرسمة بتوضح اللي هي المسار الحل المشكلة، يعني ان كانت بتطلع عليها احنا بنقف لعند هنا وبنستكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة. هذه المحاضرة كانت عن اللي هو خطوات حل المشاكل، والخطوات السبعة اللي ذكرناها هي خطوات تؤخذ بالترتيب ولا يسبق خطوة أختها، وإنما تمشي بالترتيب اللي ذكرناه، وكل خطوة مهمة مبنية عليها الخطوة اللاحقة، وأي خلل في أي خطوة منهم ممكن يؤدي إلى خلل كبير ويفشل أي محاولة لإصلاح المشكلة أو علاج المشكلة. وبالتالي يجب أن نعلم أنه موضوع حل المشاكل
الإشكاليات هذه ملكة يجب أن يتقنها أصحاب القرار والمدراء في المؤسسات حتى يكون في عندهم العمل قائم بشكل سلس ومريح للموظفين وللإدارة وللمؤسسة بشكل عام. نكتفي بهذا قدر اليوم إن شاء الله، ونستكمل معكم المحاضرة الجاية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.